بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في القناة الطبية. النهاردة مع دواء جديد هو فاموتاك. فاموتاك أقراص للحموضة وقرحة المعدة، متوفر بتركيز 20 مللي جرام و40 مللي جرام. هو من الأدوية التي تستخدم في حالة قرحة المعدة، في حالة الحموضة التي يعاني منها البعض. يحتوي على المادة الفعالة فاموتيدين، تقوم بإتاحة فرصة لبطانة المعدة من أجل التعافي والتخلص من مشاكل صحية عدة تتمثل في قرحة المعدة وارتداء المريء وغيرها من الأعراض أو الأمراض التي تتعلق بالجهاز الهضمي. هنتعرف مع بعض على فاموتاك. أول حاجة نتكلم عليها دواء استعمال فاموتاك. يتم وصف فاموتاك لعلاج الأمراض التالية. رقم واحد، يستعمل لعلاج قرحة الـ12. رقم اتنين، يستعمل لعلاج قرحة المعدة. رقم تلاتة، يستعمل لعلاج مرض الجذر المعدي المريئي. رقم أربعة، يستعمل لعلاج زيادة إفراز المعدة، ومن أشهرها حالة الزولينجر أليسون. رقم خمسة، يستعمل لعلاج التهاب المريء المعتكل. رقم ستة، لديه القدرة على تخفيف بعض الأعراض التي تظهر على المرضى تتمثل في عسر الهضم وحرقة الفؤاد. بالنسبة للقولون، فاموتاك على الرغم من أنه يمكن استخدامه في لتخفيف بعض أعراض مرتبطة بالقولون العصبي، إلا أنه ليس دواء معتمد لعلاج القولون العصبي. بالنسبة لجرعة فاموتاك، الجرعة لا يتم استعمال فاموتاك بدون وصفة طبية، بدون استشارة الطبيب، والجرعة الخاصة به من الممكن أن تختلف من مريض لآخر. بالنسبة للجرعة المعتادة من الدواء، هي تتمثل فيما يلي: رقم واحد، جرعة قرحة المعدة أو 12، هي 40 مللي جرام مرتين يوميا أو 20 مللي جرام مرتين يوميا للمرضى الذين يعانون من ارتجاع في المريء. في حالة لو كانت الجرعة مرة واحدة، يتم تناولها قبل النوم. طيب، هل فاموتاك يتم تناوله قبل الأكل أم بعد الأكل؟ الإجابة، يمكن تناوله قبل الأكل أو بعد الأكل، ويفضل تناوله مع الطعام وسط الطعام لتقليل خطر الإصابة بألم في المعدة أو غثيان. وقد يعمل فاموتاك بشكل أفضل لو تم تناوله قبل الطعام ب30 دقيقة، أي 30 دقيقة يعني نص ساعة أو ساعة، ولكن يمكن تناوله بعد الطعام إذا كان ذلك يساعد على تجنب الغثيان أو ألم المعدة أو الإسهال. سؤال آخر، متى يبدأ مفعول فاموتاك؟ يمكن أن نستغرق فاموتاك بعض الوقت حتى يبدأ وتظهر نتائجه، وعادة ما يستغرق نص ساعة إلى ساعتين للتأثير، ومع ذلك يمكن أن نستمر مفعوله لمدة تتراوح 24 ساعة حسب الجرعة وحسب حالة المريض. طب إيه هي الأعراض الجانبية وإيه هي أضرار فاموتاك؟ قد يظهر عند المريض بعد تناوله لفاموتاك إسهال، إمساك، صداع، ايضا اعراض تحدث في مثل الدوخة، ايضا اضطرابات القلب، ضيق التنفس، اغماء، ايضا بعض المشاكل الجنسية، ايضا قلق واكتئاب ومشاكل نفسية، ايضا تغير واضح في لون البول، وتغير لون بياض العين الى اصفرار، ايضا تقرحات في الفم. ولو حدثت هذه المشاكل الخطيرة، يجب اللجوء للطبيب. بالنسبة للاحتياطات ومنع الاستعمال، يجب على الاشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية عدم استخدام فاموتاك على الاطلاق. مين هم؟ من يعاني من حساسية تجاه المواد الفعالة الموجودة في فاموتاك. رقم اتنين، الاشخاص الاقل من 18 سنة لا ممنوع عليهم استعمال فاموتاك. ايضا المرضى الاورام الخبيثة في المعدة ممنوع عليهم استعمال فاموتاك. ايضا الاشخاص الذين يعانون من مشاكل وامراض في الكبد او الكلى
عليهم استشارة الطبيب قبل استخدام بيموتاك، والأفضل هو عدم استخدامهم للبيموتاك. أيضا الأشخاص أكبر من 50 سنة يكونوا أكثر عرضة للأعراض الجانبية الخطيرة، فالمفروض الأفضل عدم استخدامهم للبيموتاك. أي مريض يعاني من أمراض أخرى يجب أن يخبر الطبيب المعالج بالأمراض اللي عنده قبل استخدام الفيموتاك. بالنسبة للحمل، لا يوجد دليل على وجود خطر محتمل على الجنين، ومع ذلك يجب الأفضل هو عدم استخدام السيدة الحامل لفيموتاك، وإذا استخدمته يجب أن يكون تحت إشراف الطبيب. بالنسبة لسعر فيموتاك، فيموتاك أقراص 20 مللي جرام 11 جنيه مصري، شريط فاموتاك 20 مللي جرام 5.5 جنيه مصري، فاموتاك 40 مللي جرام أقراص سعر 21 جنيه مصري، شريط فاموتاك 40 مللي جرام سعر 10.5 جنيه مصري. هل فاموتاك له بدائل؟ أيوة له بدائل، زي فاموتين وجاسترو دومينا وأنتودين ونيزا أتكت ونيزا أتيدين وسيمي تيدين. الفرق بين فاموتاك وانتودين ان فاموتاك وانتودين هما اسمان تجاريان لنفس المادة الفعالة اللي هي فاموتيدين، ولكن ده بتاع شركة وده بتاع شركة تانية مصنعة، وتستخدم لعلاج القرحة المعدية وقرحة الاثنى عشر وارتجاع المريء وتخفيف اعراض الحموضة والتهاب المريء. في نهاية الفيديو ارجو ان تكونوا قد استفدتم، وارجو ان تدعموا القناة بالاشتراك في القناة وضغط لايك وتفعيل الجرس. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.